خويا سيمو كي داير بخير مزيان هاني ام الاجواء اخويا جا عندكم غاشين كيسه خاطر الجمهور ديالنا اخويا مرحبا اخويا شوفوا واش غتعجب الناس ولا لا المهم قال لك من فمك سمنوع سلا اخويا قال لك هذه واحد المراه توضات معك الفجر صلات الفجر وبقات شاده الوضوء نهار كامل بقات شاده الوضوء فهمتي من الفجر للظهر العصر فهمتي وغادا حتى العشاء صلى وبقات هكا المهم بقات ما عاودتش توضات موراها موراها مشات عند بقاي سولاتو قالت لي واش تبقي بغيت نسولك واش قالت لي واش صلاتي صحيحه الوضوء ديالي صحيح وقال لي راه ترمتك لصحيحه بقات شاده الوضوء قال لك هذا واحد الاستاذ زيد سول التلاميذ ديالو قال لي من هو النبي الذي تكلم مع الحيوانات نقز واحد الكسول وقال لي طرزان علي السلام اسمع لي اخويا لا نعاود واحد النقطه اخرى بلاش نعاود